مرحبا فيكم في ترند. تفاعل المهتمين بعلم الآثار في مملكة البحرين مع خبر اكتشاف فريق التنقيبات الأثرية بإدارة الآثار والمتاحف لقطعتين أثريتين فريدتين من نوعهم في منطقة بالقرب من موقع قلعة البحرين، ويعود تاريخ القطعتين إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وهي مرحلة مبكرة من ثقافة تايلس. وذكر فريق التنقيبات الأثرية أن القطعتين المصنوعتين من الطين عبارة عن قطع أثرية يونانية، والقطعتين متطابقتين في الشكل تماماً، ويمثلون رأس أنثى مزينة بشعر مجعد، وتم استخدام الإناء العلوي في هذا القطع لوضع الفحم النباتي وإحراق البخور. نشر المصور البحريني محمد حسن عمل فني من خلال حسابه في الانستغرام، وحصد عدد كبير من التفاعل والنشر من خلال خاصية الستوري. العمل مرفق بصورة تقول بدون مسج، وكان تحت عنوان إعصار البلاستيك، ويبين إش كثر البلاستيك خطر على الحياة البحرية، وقال على مر السنين تراكمت أحمال من البلاستيك على كوكبنا بسرعة مرعبة، كميات هائلة من البلاستيك تتراكم لتملأ تدريجياً كل مساحة في حياتنا، حتى باتت هذه الأحمال تتطور ببطء إلى خطر حقيقي بيهدد الحياة البحرية والطبيعية وحتى الأسماك اللي نستهلكها. لم تعد هذه قضية زيادة وعي، بل قضية تتطلب دعوة عاجلة للتحرك الجاد من قبل جميع البشر في جميع أنحاء العالم. تفاعلت العديد من الحسابات الإخبارية في مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الفنان المصري أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عام، متأثر بإصابته بفيروس كورونا. وكانت أبرز أعمال الفنان الراحل مسلسل هوانم غاردن سيتي ومسلسل حديث الصباح والمساء، وآخر أعماله كان في مسلسل إلا أنا قصة حكايتي مع الزمان. الفنان كشف قبل وفاته عن تطورات حالته الصحية، وقال إنه مريض جدا بسبب إصابته بفيروس كورونا وتفاقمت الأعراض والمضاعفات عنده. أما رواد منصات التواصل الاجتماعي والكثير من الفنانين دعوا له بالرحمة والمغفرة. أظهرت صور التقطت من السماء لأطنان من الملابس المهملة في صحراء أتاكاما في تشيلي، اللي استخدمت كمكب نفايات لبقايا الأزياء والموضة. الصور لاقت انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عارض الأغلبية اتلاف دور الأزياء للملابس، بينما هناك منهم بحاجة لها، فيما علق آخرين بأن هذه الأعمال تدمر البيئة. من الأخبار اللي تم تداولها بشكل واسع عبر المواقع الإخبارية، خبر الجدة السريلانكية فراثا البالغة من العمر 87 عام. بعد هذا العمر قدرت الجدة تحقق حلمها وتحصل على درجة الماجستير من جامعة يورك الكندية في تخصص العلوم السياسية، وركزت في أطروحتها على الحرب الأهلية في سريلانكا والجهود المبذولة للتوصل إلى السلام. فراثا هي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وتعتبر من أكبر الأشخاص اللي حصلوا على درجة الماجستير في جامعة يورك الكندية، وعبرت عن شعورها بهذا الإنجاز وقالت دائماً أقدر السلام والعدالة والمساواة والديمقراطية، وحبيت أحكي قصة بلدي بصوت عالي وواضح لكل جيل. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، وقبل لا نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. نلقاكم باكر، مع السلامة.